اولا تحيه كبيره للمولاتي بالنسبه للمشروع ان شاء الله غادي يكون في مدينه مراكش. نقدر نعتبره صالون اكبر الصالونات، اجهزه حديثه ان شاء الله، هذا اللي كيميزو على غيره، انه غيكونوا حوايج بروفيسيونيل يمكن ما كاينش في بلاصه اخرى. لا بالنسبه لي بري غيكون متناول الجميع ان شاء الله، لانه ما يمكنش يكون طبقات مختلفه، احنا ما كاين كلشي بحال بحال بالنسبه ليا، دونك غيكون كلشي في متناول الجميع، غيكون بلاصه المحجبات، بلاصه بريفي، بلاصه بوبليك، دونك فوالا هذا اللي تيميزو على غيره. ان شاء الله اقترحنا الفكره وغادي نبداو فيها ان شاء الله من 2018 ان شاء الله. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.